عصير برتقال كلش طيب وسهل، بالضبط نفس الطعم عصير البرتقال اللي نشربه بتركيا، طعمه خيال. هنا نستخدم 7 برتقالات وراح تنطيني سراحية عصير. كلش فكرة حلوة رمضان. الفكرة بالموضوع انه عندي نص برتقالة ابقيها هي وقشرها، مثل ما تشوفون هنا أنا بقيت نص ما شلت القشر من عندها، قسمت يعني قشرت البرتقال وقطعته، وهنا أنا راح اضيف شكر حسب انتو ايش قد تحبون، وكلهم خليتهم بالخلاط وراح اضيف مي، وبعدها اخليها بالخلاط أخلطه كلش زين. عادي إنه ولا تخافون ما ينطي طعم ولا القشر نهائيا، هسه راح أصفيه بس ينطي فد نكهة كلش طيبة. هذا قشر النص برتقالة، هنا أنا صفيته حتى على مود النوى والقشر، وأرجع ورا ما أصفي شوية بالخلاط يعني أخلطه وأخليه بالسراحية وأضيف له ثلج، يعني منعش وطيب معنى الكلمة، وكلش كلش سهل. يعني هسه هنا بالتصوير طول بس هو كلش سهل بسرعة يصير، يعني هم فيتامين وهم عصير منعش، كلش فكرة حلوة رمضان. وبنفس الوقت انه الاطفال يحبوه، يعني الاطفال يقدرون يشربوه، الكبار تحبون بلية شكر على راحتكم، والف عافية.